السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطار برنامج البورصة الذي يتجدد مع حضراتكم دائما عبر شاشة الجزيرة مباشر، لنتابع فيه سويا المؤشرات العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. نذهب للمؤشرات لنتابع آخر التحديثات ومن البورصات التي أغلقت قبل قليل. نبدأ بالأحرى، البورصات التي لازالت مستمرة الآن، السعودية على ارتفاع بعشرين في المئة بواقع 14 نقطة، قطر ارتفاع بهامش ضئيل ب13%، أما البورصات العربية الأخرى، القاهرة على ارتفاع بأقل من 6 نقاط بهامش نسبته 0.4% في المنطقة الخضراء دون 13,000 نقطة. بورصة الأردن ارتفاع ب13%، بيروت انخفاض ب1.18%، الدار البيضاء ترتفع ب20%. البورصات التي أغلقت قبل قليل، نتابع آخر الأخبار الخاصة بها ونبدأ بالسوق الكويتي الذي أنهى تعاملات اليوم مرتفعا ب13% بمكاسب 3 قطاعات، أبرزها الصناعات بصعود الكويتية لصناعة مواد البناء واستهلاكية والاستهلاكية بنحو 10%، وقطاع التكنولوجيا بأرباح حيات للاتصالات وانخفضت 9 قطاعات بقيادة الموارد الأساسية بخسائر السكب والقرين للبتروكيماويات والبنوك بتراجع الكويت الوطني وبيت التمويل. أغلق مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعا ب10% بدعم من قطاع البنوك بدعم أبو ظبي الوطني وأم قيوين والخدمات بصعود الخليج للمشاريع الطبية والفجيرة لصناعات مواد البناء. وتصدرت الانخفاضات بنك الفجيرة ب10% وفودكو ب6% وأسمنت رأس الخيمة. أنهى مؤشر سوق دبي التداولات متراجعا ب20% بتراجع جماعي لقطاعات السوق باستثناء قطاع النقل بدفع من العربية للطيران وأرامكس، وجاءت البنوك كأبرز القطاعات المتراجعة. الآن نترككم مشاهدينا الكرام للتعرف على المؤشرات العالمية في هذا العرض وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية، أهلا بك. أهلا أحمد. يعني ملاحظة عامة على الأسواق أنها اتجاه عرضي يميل إلى الانخفاض نوعا ما أو حتى الارتفاع بنسب قليلة، إلى أي مدى تتجه الأسواق الخارجية وما هي النصيحة للمستثمر مع تبقي جلستين في هذا الأسبوع؟
احنا بالفعل معظم الاسواق العربيه الان نتيجه توتر بعض من الاخبار الخارجيه التي اثرت على نفسيه المتداولين في السوق، شهدنا ان معظم الاسواق بتمر بمرحله عرضيه، بيحصل في بعض من عمليات الجني الارباح على معظم الاسهم الرئيسيه، ولكن بتشهد هذه الفتره من العام فتره بتطلق عليها فتره مضاربات، بمعنى ان معظم الاسهم الان المتداوله في السوق هي الاسهم صغيره الحجم التي بيقوم المساهمين والمستثمرين تداول عليهم المضاربات اللحظية خلال جلسة أو جلستين، والبعد عن الأسهم القيادية في المؤشر. عشان كده نشهد إن إحنا على سبيل المثال هنا في البورصة القطرية على مدار 3 جلسات هناك ضخ من عمليات الكاش في السوق، ولكن المؤشر لم يرتفع، لم يتجاوز حتى الآن مستويات 10550، ولأن معظم السيولة موجهة نحو الأسهم الصغيرة، أسهم المضاربية، فبالتالي هذه الأسهم لا تمثل ثقل في المؤشر، ولا فبالتالي المؤشر حتى الآن لم يقدر على تجاوز منطقة 10550. ولكن هناك دعم واضح إن السوق عند منطقة 10350، هناك دعم واضح، وأنا أعتقد إن الدعم دوت هناك سبب رئيسي فيه، وان احنا دائما احنا دلوقتي عند اغلاقات الربع التالي الاولاني، فبالتالي باقي جلستين، فبالتالي معظم المحافظ ومعظم الشركات بتحاول ان تكون هناك عمليه تجميل للارباح بتاعتها، فبالتالي تمسك السوق عند هذه المستويات الان هو شيء جيد للجميع، فبالتالي وعشان كده هنلاقي ان معظم الاسهم القياديه في حاله من حالات الركود، ليس هناك تداول بمعدلات تداول عاليه، معظم الكاش بيتم ضخه في الاسهم المضاربيه، فاعتقد حتى نهايه هذا الشهر ممكن ان احنا نشهد ان المؤشر بيحاول اختراق ال 10500. وللتوضيح ان ارباح الشركات تقسم على اربعه ارباع في اخر مارس واخر يونيو واخر سبتمبر واخر ديسمبر نهايه العام، وبالتالي مع نهايه هذا الشهر يتم بعد ذلك حساب أرباح ونتائج الشركات المختلفة. فيما يتعلق بعودة النفط مرة أخرى للتذبذب، و يعني كما لاحظنا من 55 إلى 50 51 دولار لمزيج برنت الذي يقيس تقريبا ثلثي الإنتاج العالمي يقاس بمزيج برنت، وبالتالي في ظل زيادة إنتاج المخزونات الأمريكية والحفارات الأمريكية، وأيضا مع عدم وضوح أو اتخاذ قرار فعلي يتعلق بتمديد اتفاق أوبك مرة أخرى، أدى ذلك إلى هبوط أسعار النفط نوعا ما. كيف ترى مستقبل هذه النقطة؟ احنا بالفعل الحين دلوقتي أصبح هناك منافس لمنظمة أوبك وهو النفط الصخري، شهدنا أن منظمة أوبك حاولت أنها في الفترات الأخيرة أن هي تلم شمل المنتجين كلهم سواء من داخل المنظمة أو من خارجها لدعم أسعار النفط، ولكن عاد مرة أخرى ارتفاع النفط الصخري الذي هو كان من البداية هو سبب سقوط النفط وأدى إلى اشتعال هذه الحرب ما بين منتجين النفط، لأن طبعا الجميع بيحافظ على الحصة السوقية لديه. فشاهدنا الآن أن مع ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في أمريكا وارتفاع النفط الصخري وعودته مرة أخرى الشركات للإنتاج، بالتالي ده الضغط على أسعار النفط. إلى جانب هناك أمر تاني خلال الفترة القادمة يمكن أن المساهمين أو المستثمرين يبتدوا يأخذوه بعين الحسبان، وهي الأسواق الأمريكية. الأسواق الأمريكية حتى الآن من بداية العام لم تمر بمرحلة تصحيح حقيقية، إحنا عندنا معظم الأسواق الأمريكية من بداية العام حتى الآن مرتفع ارتفاع إيجابي، بعض منها مرتفع 5% وبعض منها مرتفع قرابة 7%، ولكن الارتفاع كان ما يسمى برالي ترامب، كان بناء عن التصريحات التي كان وعد بها الناخبين، لكن الآن مع بداية أول صدام بينه وبين الجهات التشريعية على سبيل المثال باما كير ولم يستطيع تمرير هذا الأمر، فبالتالي شهدنا أن الأسواق الأمريكية ابتدت تخش في مرحلة جني أرباح أو عمليات تصحيح، ولكن معظم المساهمين كانوا بينتظروا قانون الضرائب اللي هو ده بيمثل بالنسبة للعائدات الأمريكية جزء كبير جدا منها. هذا هو التحدي الثاني بعد يعني فشل ترامب والجمهوريين في تمرير برنامج الصحي ليستبدل بأوباما كير. فبالتالي دوت يعتبر التحدي الثاني لي خلال الفتره القادمه، لان معظم الشركات كانت ارتفعت بناء انه ما كانش لسه على ارض الواقع في نتائج ماليه انعكست، ولكن هو كانت كلها مجرد تصريحات. فبالان مع الامر الواقع ان احنا نشهد ان هو في تصادم بينه وبين الجهات التشريعيه، لانه الخطه كانت طموحه ولكن لم يجد البديل اين المصدر الذي سوف يعوض هذه الضرائب. بعض الجمهور رفضوا ايضا هذا البرنامج الخاص بالصحه الذي اقترحه ترامب على البرلمان طبعا عن طريق الجمهور، لكن في نهاية المطاف بعد هذا الحدث انخفضت
سعر الدولار أمام العملات الأخرى، وكان من المنتظر كما حدث للذهب والعملات المقاومة أو السلع المقاومة بالدولار ارتفع الذهب، كان من المفترض أيضا أن يرتفع البترول، لكن هناك عوامل كثيرة تلعب في هذا. دائما بيبقى الأسعار دائما بيسمى الذهب دائما هو الملاذ الآمن للمستثمرين، فدائما مع انخفاض الدولار بنلاقي أن المستثمرين بتذهب للاستثمار وفتح مراكز شرائية في الذهب، ومن ثم في حين الارتفاع لمستويات معينة يتم عمليات جني أرباح والعودة مرة أخرى للبترول. ودائما هنشهد أن البترول مع الدولار العلاقة هتصبح عكسية، لأنه الحين في حين في تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، فبالتالي الدولار مرتفع وأسعار البترول مرتفعة، الاثنين هيبقوا معادلة متضاربين مع بعض، فلازم هنشهد أن في هناك أسعار النفط إذا كانت منخفضة بالنسبة للاقتصاد علاقة عكسية، العلاقة يعني عكسية ما بين الدولار والسلع المقاومة بالدولار والسلع المقاومة، فبالتالي هنشهد أن معظم المساهمين خلال فترة بيفضلوا أسعار النفط في أسعار الذهب والاستثمار فيها في خلال فترة الاضطرابات هذه. أشكرك سيد أحمد ماهر حتى اللحظة. مشاهدينا الكرام، نذكركم دائما بأن يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. بعد هذا الفاصل لدينا فقرات أخرى، كونوا معنا. كل قرار اتخذ تمت حسابته بدقة، قيمت مخاطره، جمعت الرؤى وتم تحليلها بعناية ضمن استراتيجية ساعدتني لتوقع ما سيحدث، وحين قررت كانت الجائزة. مع دلالة، كل تجربة جديدة تجعلني أقوى. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا مجددا مشاهدينا. تعد المؤشرات من بين أهم الأدوات التي يتم من خلالها تقييم أداء الاقتصادات، اقتصادات الدول بشكل عام، كما يستعمل لقياس أداء أسواق الأسهم بشكل إجمالي أو لقطاعات معينة. اليوم نتعرف على مؤشر نيكي الياباني، وهذا المؤشر هو مؤشر رئيس لسوق الأسهم اليابانية المدرجة في بورصة طوكيو، وتأسس عام 1971. المؤشر يقيس أداء 225 من الشركات الكبيرة المملوكة للقطاع العام باليابان من مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية. المؤشر يعد أداة لقياس أداء الاقتصاد الياباني بشكل عام وجميع القطاعات، ويعكس معنويات المستثمرين نحو الأسهم اليابانية. أطلق عليه مؤشر نيكي داو جونز لمشابهته بمؤشر داو جونز الأمريكي في أنه موزون بسعر الأسهم. الشركات ذات أسعار الأسهم العالية المدرجة في المؤشر تحصل على وزن أكبر عند تحديد قيمة المؤشر. تتم مراجعة مكونات المؤشر على أساس سنوي كل خريف وإجراء أي تغيير من قبل لجنة الاختيار، فذلك يسري في بداية أكتوبر. المؤشر قد يشهد تغيرات بغير التاريخ السابق بشطب شركة ما، وهو ما يعرف بالإحلال غير العادي، ويكون ناتجة للإفلاس أو الاندماج. مشاهدينا الكرام، الآن حان وقت التعرف وحان وقت فقرتكم للتعرف على التعليقات التي وردتنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. والسؤال الذي طرحناه، ما هي مقترحاتك الاقتصادية التي تود أن توجهها إلى القمة العربية في الأردن لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والتي ستنطلق في الغد بإذن الله؟ بعد الفاصل. تابع مشاهدينا الكرام التعليقات، وهذا التعليق: بالاتفاق على تشكيل حلف عربي أو إسلامي مثل الناتو لحل مشاكلنا وعدم اللجوء للغرب، يقترح هذا الحساب فتح الحدود والتجارة وتوزيع الثروات والديمقراطية. يكتمل الاقتصاد العربي إذا اكتملت كلمة القادة العرب على يد واحدة دون اللجوء إلى الغرب. تشكيل هيئة لهيئة المجموعة الاقتصادية العربية تتألف من خبراء اقتصاد لدراسة كل فرص التبادل التجاري العربي وحتى العربي الغربي. تنظيم قوانين تسمح بالاستثمار الحقيقي وإنشاء شركات اقتصادية عربية عالمية. اقتراح توحيد العملة وإلغاء التأشيرة ويبقى ذلك حلما.
إزالة الرسوم الجمركية أيضا اقتراح من فؤاد. أما مصطفى فيقول توحيد العملة العربية زي اليورو في أوروبا. الحل الوحيد الاستثمار في السودان والخير يعم. صندوق زكاة موحد أو بيت المال. أقترح سوقا عربية حرة. إذن كثير من التعليقات يعني للتكامل الاقتصادي العربي، ما رأيك فيها وما يعني رأيك أنت في احتمالية تحقيق تكامل اقتصادي عربي؟ إحنا بالفعل الجميع يتمنى أن يكون هناك في اتفاق بين معظم الدول العربية لتبادل الخبرات والكوادر. يعني إحنا بنشهد بعض من الدول بتتميز على سبيل المثال بالحجم من الأموال يمكن استثمارها في بعض من الدول الأخرى التي لديها العقول، فبالتالي يمكن هنا تبادل الخبرات. من لديه المال يمكن أن يقوم بعملية الاستثمار في هذه المشاريع، ومن لديه الخبرة البشرية والقوى العاملة يمكن أن يمد به، فبالتالي يمكن هنا أن يحصل عملية تكامل ما بين الدول العربية. ولكن كون أنها تنفصل كليا كما ذكر بعض التعليقات عن الدول الغربية فلا يمكن ذلك، لأن الآن أصبح العالم جميعا هو مجرد سلاسل اقتصادية مرتبطة ببعض. الدول العربية لا يمكن أن تنفصل عن الدول الغربية، والدول الغربية أيضا تحتاج إلى ما النفط، وهناك اتفاقيات ما بين الدول الغربية والدول العربية وهي اتفاقية البترودولار. يعني فبالتالي لا يمكن أن ينفصل العالم العربي عن باقي العالم، ولكن يمكن أن العالم العربي أن يصنع له فرصة خلال بوجوده كقوة اقتصادية وتبادل الخبرات الموجودة في معظم الدول. هنلاقي معظم الدول العربية كل دولة هناك ما يميزها. على سبيل المثال كما ذكر بعض من الأخوة السودان لديها من الأراضي الشاسعة اللي يمكن أن تكون هي المأمن الغذائي لمعظم الدول العربية، وبعض من الدول الأخرى لديها من الأموال التي يمكن أن تستصلح هذه الأراضي، وبعض من الدول الأخرى التي لديها القوى البشرية التي يمكن أن تطور هذا الأمر. فالأمر كلهم راجع للدول العربية، هل هناك رغبة حقيقية أن يكون هناك تكامل حقيقي ما بين معظم الدول أم لا؟ وأيضا هذا هو ما علق به أحد الحسابات، قال إن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى قرار سياسي وهو صعب المنال. على أي حال أشكرك أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية، كنت ضيفنا في البرنامج. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. في الغد بإذن الله تغطية جديدة من قلب قاعة تداول البورصة القطرية عبر شاشة الجزيرة مباشر. كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله.